Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, imaknum Sekarang kita lanjutkan kembali Hafalan surat An-Naba Ayat 20 sampai 24 ya Silakan disimak A'udzu billahi rajim. بسم الله الرحمن الرحيم {وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ نما كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لابسين فيها أحقابا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا صدق الله العظيم بيك ايماكنون Selanjutnya, silahkan diulangi sampai 20 kali dan sampai lancar ya. Dan semoga pertemuan hari Jumat nanti, Ananda Imaknum semua sudah hafal surat Anaba An ayat 20-24. Terima kasih, semangat! Imaknum, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.